هو كريم الواكس؟ إنه دهان للشعر مكون من بعض الزيوت والشحوم المستخرجة من مشتقات البترول أو الشمع الطبيعي من عسل النحل الآمن على الشعر، والمضاف إليها بعض الزيوت الغير دهنية والفيتامينات التي تقوي الشعر وتحافظ على تصفيفه. أما عن طريقة الاستخدام، يستخدم على شعر جاف أو رطب ويتم تصفيفه على حسب رغبتك. يوضع مقدار صغير من المستحضر في راحة اليد لتدفئته قبل وضعه على شعرك، ولا يوضع على الشعر كامل البلل.